استاذ نبيل عمر، مساء الخير عليك. مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي وكل الأهلوية في أنحاء العالم. سهرناك معلش. نبيل بيه، أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم، سعداء بيكم. ربنا يخليك. قول لي انطباعاتك قبل مباراة السوبر من خلال الأجواء العامة اللي أنت شايفها في البطولة أو في المباراة والسياق بتاعها. هو أجمل حاجة في الحكاية دي كلها أن إفشال هذه المباراة أو المحاولات التي تمت أن المسألة تفشل بغض النظر عن اسم، يعني ناس مخلطة بين حاجات وبعضها وملخبطة، ولأن في عقل غوغائي سائد وبيحكم ومتحرك. الناس مش واخدة بالها من كلمة الوطن. الوطن أهم من أي نادي في مصر، أهم من الأهلي ومن الزمالك ومن الإسماعيلي ومن المصري ومن أي حد في الدنيا. وصورة الوطن في العالم اهم برضو من صورة اي نادي اخر او حتى افراد من مصر. لا فضة فوق، لا فضة فوق. وبالتالي كان يجب الناس تاخد بالها ان نتخانق مع بعض، نتعارك مع بعض، نشتبك مع بعض، نهيب بعض، نتصرف باي طريقة ايا كانت، لكن عندما نكون امام العالم الخارجي علينا ان نحمل علم واحد بس، هو علم مصر ايا كان لون الفانيلة التي نحملها او نرفعها الى اخر. الناس نسيت ده، طب خلاص. وبعدين ده مش نسيت ده بس، بل حاولوا بكل الطرق انهم لا ده احنا كمان ممكن نبوظ الليلة ويبقى شكلنا مش يعني شكلنا كلنا وحش. طبعا بنحمد ربنا لانه طبعا حساباتهم خاطئة، لان في حاجة مهمة جدا هم نسيانهم، وانا يعني مش المسألة مش شيفونية او اعتزاز بحاجة او بتاع. عندما يكون الاهلي في مكان فرمانة الميزان موجودة، خلاص رمانة الميزان موجودة، اي حد تاني هيعمل اي حاجة مؤكد انه لن ينجح فيها، لان رمانة الميزان هنا وراها جمهور عريض يستطيع ان يملأ جميع المدرجات، يستطيع ان ينجح اي مهرجان في اي مكان في رأينا على كوكب الارض اي في اي حته. وهو وقبلق ان يكونوا اهلاويه هم مصريين بالدرجه الاولى ووطنهم قبل اي شيء بالدرجه الاولى، وده قولا واحدا وفاصلا. طيب من في السياق ده يا استاذ نبيل، انت مش معايا انه ما عادتش الناس بتتابع الكوره للمتعه والاستمتاع حتى بالاداء او بالفرق او بالشغف بتاع اللعبه قد المشاكل وكل التداعيات اللي حاصله حوالين المناخ ده؟ لا ما خلاص، انا عندي حد قلب، انا حد قلب البتاع، ما بقناش بنلعب. يعني في النهايه الفن والرياضه واشياء اخرى هي فيها قيم، لكن كمان فيها تسليه ومتعه. احنا نسينا هذا الجانب وحولنا كل حاجه الى نوع من الحرب، لان في حد ما يريد ان يكون يقول انا اسف، انا شخصيا لا احب ان اقول اي نادي اخر. وانا بتحدث في قناه الاهلي احتراما لهذا النادي الاخر، صحيح، لكن لا يجوز ان ياتي احد ويقول انا فرنسا وفرنسا. انا الذي قال هذا فقط قام الثوره وقعته. انا اتي في القرن الحادي والعشرين ولنادي عمره اكثر من 100 سنه وعنده ملايين بالجماهير ويتحول الى شخص. ثم المشكله بقى عندي كمان ان حتى العقول التي يفترض انها تحسن التفكير وتحسن التدبير والى اخره لا تتحول الى طوع في هذا المضمار وهذا الاطار. ودي مسألة انا رأيي ان علماء الاجتماع السياسي في مركز البحث العلوم الاجتماعية والجنائية محتاجين يدرسوا هذه الظاهرة، انها ظاهرة خطيرة جدا وتشي بان ثم مشكلة في العقل الجامعي، في جزء من العقل الجامعي المصري عنده مشكلة، مش بس عند جمهور الدرجة الثالثة والمدرجات، لا عند ناس يفترض انها بتحسن التفكير وتحسن التدبير وتحسن القول وتحسن التفكير العلمي المنظم. فده ما حصلش. انا عندي مشكلة ان في حد خالف القانون، قد حكم قضائي، ففي فكرة المجاراة، يعني بما انه صدر ضده حكم قضائي طب انا عايز اعمل قرار موازي، عايز اعمل قرار يهضم القرار ده، يعني نقول ان احنا في عدل.
فانا اعاقب لاعب على خطأ حتى لو كان دون ان استكمل اجراءات التحقيق بشكلها القانوني المتكامل، واعاقبه بطريقة تتجاوز اي منطق في اي مكان على كوكب، يعني ما حصلش في اي حتة في العالم. يعني كان ممكن بالمناسبة ان محمود كرامة كان ممكن يقف مباراتين وتعدي وما يلعبش السوبر وما يحصلش حاجة، لكن لاسباب تتعلق بفكرة الانتقام والمكابرة، لان انت عايز ايه؟ انا عندي حد اتسجن وهيعزل، طب انا عايز حاجة تسويها، يعني انا عايز عقوبة ايه، يعني ايه تعمل شخلالة يعني تبهر يعني. فتصدر العقوبة بهذه الكيفية. وفي حاجة مهمة جدا في القانون، ان اي عقوبة في القانون لابد لها حيثيات ودلائل وقرائن تبرر هذه العقوبة، ولا تعتمد اي عقوبة في القانون على الرأي. ما ينفعش ان انا اقول لك ايه طب انت اديت 12، طب ما كنت اديت 12 شهر، طب ما كنت اديت 12 سنة، طب ما كنت طلبت بشطب اسمي من السجلات. ايه اللي منعك انك تعمل كل ده؟ ايه اللوائح او القواعد التي ألزمتك فقط بال 12 مباراة وليس 12 سنة او شطب نهائي او 9 مباريات او غرامة 100 مليون جنيه مش مليون جنيه فقط؟ ايه الحدود التي تحركت فيها القانونية اللي انت تحركت فيها ووجدتها مناسبة لحجم الخطأ الذي ارتكبه؟ احنا للأسف توصيفك للخطأ يعني انت دائما يا نبيل بيه عندك القول الفاصل، بس مشكلتك انك دخلت في اخر الليله، المخرج عمال يقول انا بنشكرك ونتواصل ان شاء الله. انما عندك القول الفاصل وانت اتكلمت في زوايا لم يتعرض لها احد الحقيقه. يعني هو طبعا بما انكم في اخر الليله، انا يعني انا خلصت الجزء المهم في اللي انا كنت عايز اقوله. يعني شكرا جزيلا، ودايما تاتي بالخلاصه. اهلا بك يا حبيبي، اهلا بك واهلا بجمهور الاهلي. شكرا جزيلا للاستاذ نبيل عمر الكاتب الصحفي، اللي اعتقد وصف المساله في هذا المشهد.